تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تطورا كبيرا، حيث تعد السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية، وتستقبل سنويا نحو 9.7% من إجمالي صادرات مصر للعالم. أيضا تسهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها عن 14 مليار دولار من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك. علاقات مصر والإمارات في المجال الاقتصادي والتجاري تعد نموذجا للعلاقات العربية والإقليمية، حيث تعد السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية، وتستقبل سنويا نحو 9.7% من إجمالي صادرات مصر للعالم. بدورها تساهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها عن 14 مليار دولار من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية. بعد عام 2013 شهدت تلك العلاقات تقاربا وتعاونا بشكل مكثف. وبالنسبة للتبادل التجاري تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. كما تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي. ويعتبر صندوق أبو ظبي للتنمية من أهم شركاء التنمية في مصر، فضلا عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي. تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، حيث نمت الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤخرا بنحو 300%، كما تعمل أكثر من 1165 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات، من بينها البترول وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء، حيث تعد مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية.